نسبة ارتفاع السمنة، السمنة يعني ملتصقة أكتر بالحضر وملتصقة أكتر بوجه بحري في مصر، وحتى لو في وجه قبلي فهي موجودة في عاصمة المحافظة أكتر من القرى. المحافظات اللي سجلت أعلى سمنة، والحقيقة المحافظات اللي فيها أعلى سمنة في الأطفال هي نفسها المحافظات اللي أعلى سمنة في 100 مليون صحة للكبار، فهي سوء تغذية أسرية أو عدم وجود تغذية مناسبة في الأسرة. عندنا اسكندرية ودمياط والقاهرة والغربية والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة، وإن كانت للأسف إن على مدى 2021 زادت السمنة في اسكندرية ودمياط والقاهرة كمان، ويعني ارتفعت أكتر ووصلت ل 22 و23% من الأطفال، إلا إنها الحمد لله انخفضت في بعض المحافظات اللي كانت بتعاني من ارتفاع السمنة عن المؤشر القومي أو المتوسط القومي، ودي الأماكن اللي فيها أكتر سمنة في مصر. طيب التقزم، وزي ما قلت التقزم هو أحد التداعيات لسوء التغذية والنشاط البدني، وده ممكن يكون مرحليا لو كانت سوء التغذية دي حاجة مرحلية، ولكن ممكن يكون نتيجة سوء التغذية المستديم أو المزمن يؤدي إلى التقزم بشكل دائم. الحقيقة التقزم كمان مش بس سوء تغذية، لكن في عنصر مهم جدا أحب أن أنا أشير إليه، وأحب أن أنا أقول أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة هتحسن كتير إن شاء الله في مؤشرات التقزم، لأن جزء منها هو المياه الشرب، وجزء منها كمان يعني وجود بيئة، وكمان الهيجين أو النظافة العامة اللي الأطفال عايشين فيها. نتوقع إن، لأن طبعاً المياه الشرب لو كانت يعني صلاحيتها غير كافية، أو البيئة اللي قاعد فيها الطفل غير نظيفة، بتؤدي إلى كثير من الأمراض المعوية اللي بتؤدي إلى إن الأطفال الغذاء اللي بياخدوه ما بيستقرش نتيجة كثير من الأمراض. التقزم مؤشر محتاج إن إحنا كلنا نشتغل عليه. التقزم مؤشر زاد ما قلش في مصر، ويمكن الفترة الجاية هنوليه كثير من الاهتمام في محافظات مرسى مطروح وأسوان والمنيا والإسماعيلية وشمال سيناء وأسيوط والفيوم وإنا وبني سويف. وكان الحقيقة مؤشر إسماعيلية كان بالنسبة لنا مفاجئ جدا، وإن كانت الحمد لله اتحسنت أو تعتبر أكتر محافظة اتحسنت في مؤشر التقزم من هذه المحافظات في 21. دي عشان برضو نقول إحنا بنشتغل إزاي. إحنا بنشتغل بالرقم القومي بتاع الطفل، وبنحدد يعني إحنا ممكن نقول لكل طفل أنت محدداتك الصحية في الثلاث سنوات اللي فاتت كانت إيه. بننزل لغاية أكتر مدرسة في مصر فيها أنيميا أو تقزم أو سمنة أو مؤشرين أو أكتر فيهم مشكلة باسم المدرسة وإيه أكتر محافظات، وبالتالي الربط بين اللي أشار إليه معالي وزير التربية والتعليم بين البيانات بتاعت 100 مليون صحة اللي معرفة بالرقم القومي للطفل والتغذية المدرسية، هي هيبقى استهداف في التغذية، مش تغذية بصفة عامة وكل الأطفال ياخدوا نفس الوجبة مهما كانت مؤشراتهم الصحية. دلوقتي اللي هنعمله واللي اشتغلنا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة سايلو فود عليه، إن احنا عملنا وجبات مستهدفة للأطفال حسب المحددات الصحية بتاعته. في مدارس اتحسنت، وده بعض المدارس اللي أنا عايزة أشير إليها سواء كانت من القاهرة أو من اسكندرية أو إبلي. في مدارس زي ما احنا شايفين، عايزة أرجع لو ممكن، في مدارس اتحسنت مؤشرات السمنة معظمها الحقيقة، الأنيميا والتقزم إلى حد ما في هذه المدارس اتحسنت، لكن مؤشر السمنة ما تحسنش. المدارس دي معظمها في الحضر، وبالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في كل عواصم المحافظات، وبالذات في عواصم في المحافظات الحضر القاهرة واسكندرية وبورسعيد، وكذلك في محافظات الدلتا.
اللي عملته 100 مليون صحة إن إحنا وفرنا خط ساخن 106، تلقينا حوالي 700,000 استفسار، وعملنا متابعات على 700,000 متابعة للأسر وللأطفال. بنستقبل الحالات في العيادات عندنا في 300 عيادة فحص اللي إحنا ربطينهم. بناخد الأطفال بغض النظر، ما بنقولوش فين كارنيه التأمين الصحي إذا كان دفع المصاريف أو خلافه أبداً، كل الأطفال بياخدوا الخدمة. توسعنا في المعامل وتعاقدنا مع بعض المعامل الخاصة كمان عشان تقرب المدارس، ووفرنا مندوب من هذه المعامل، وبحيث أن احنا ممكن نشتغل وإحنا في المدرسة. العيادات بتحدد الخطة العلاجية للطفل وبتديله النصائح الغذائية والسلوكية وكذلك العلاج بتاعه، وبتحوله للاستشاري، وبتحول عيادات الربط 300 إذا كان الطفل عنده تقزم لمدة، يعني خلاص بقى تقزم مزمن أو نتيجة مش بس لسوء التغذية، عوامل وراثية أو نقص هرمونات أو خلل هرموني، بنوفر لهم هرمون النمو. الحمد لله توفير بشكل 100% من احتياجات الأطفال من هرمون النمو، وبنسجل وعاملين ميكنة وعندنا الملف الصحي لكل طفل. طبعاً الوجبة المدرسية ودور المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، وهو دور كبير جداً وتاريخي من سنة 55 في وضع المواصفات الصحية للوجبات الغذائية. والمعهد أحد الأسرح البحثية في مصر، في أقسام متخصصة للبحث وأقسام للاحتياجات الغذائية والنمو وأقسام للتغذية الإكلينيكية وقسم البحوث والدراسات الميدانية، وهو من أوائل التسعينات هو ذراع لمنظمة الصحة العالمية في مصر. المعهد حط الوجبة المدرسية وأشكالها المختلفة والعناصر اللي في هذه الوجبات. الحقيقة أنا أقدر أقول إن المدينة الصناعية للأغذية سايلو فود مش بتقدم طعام، هي بتقدم غذاء، وفي فرق كبير جدا وخاصة للأطفال إن أنا أديله حاجة يأكلها وإن أنا أديله حاجة مغذية. الأحسن من كده اللي بتقدمه الوجبة الغذائية المصنعة في هذا الصرح الكبير، ومش بس تديله الغذاء، لا تديله الغذاء اللي يحسن مؤشراته الصحية ويعوضه على كل الحاجات اللي ناقصة عنده، سواء عنده أنيميا أو خلافه. كل كراسة الشروط واللي فيها العناصر الغذائية وقيمها وكمياتها اشتغلنا مع سايلو عليها. حساب الكالوريز في كل او السعرات الحراريه لكل سن او مرحله عمريه في الاطفال، واذا محتوى الوجبه ممكن يكون ايه، كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينز ومعادن. طبعا احنا حطينا لكل محافظات، في محافظات زي ما اشرت ان فيها انيميا تصل ل 50 ويمكن تتعدى 50%، مفروض الوجبات دي تكون شكلها ايه او عناصرها الغذائيه ايه. ده كله احنا اشتغلنا مع سايلو فود عليها. المحافظات اللي فيها اقل من او تصل لاكثر من 20% محدداتها الغذائيه ايه، وطبعا مع افتتاح المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هتبقى فيها حاجات زي الجبنه والحلاوه، الحاجات ديت بالعناصر الغذائيه اللي احنا اديناها للشركه هتقدر انها توفي هذه الاحتياجات. في طبعا للمحافظات اللي فيها سمنه تتعدى ال 20% الوجبات هتكون ايه، والقصر قامه 10% او اكتر هتكون وجباتهم ايه. الحقيقه انا يهمني جدا ان احنا يعني في الموضوع ده، وقبل ما اخش على السلايد ده، ان انا اقول هي الوجبه المدرسيه بتحقق قد ايه من احتياجات الطفل حسب اشتراطات منظمه الصحه العالميه، بتحقق له 25% من احتياجاته اليوميه. طب وبقيه اليوم وبقيه السنه الدراسيه؟ ده اللي احنا هنشتغل عليه، وبدانا نشتغل عليه مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ووزاره التربيه والتعليم، ان احنا نوجد منافذ ونقول للاسر عليها ونشجع الاطفال عليها، منافذ للوجبات الغذائيه.
بالشكل اللي الأطفال بيبقى جاذب ليهم. الولاد بياخدوا مصروفهم، الولاد بيجيبوا بعد الظهر وجبات، بيخرجوا في النوادي أو بيروحوا المولات أو بيروحوا في أي مكان. عايزين نعمل أوتلتس أو منافذ، وبالذات بجانب المدارس. المدارس بيبقى في جنبها أماكن بتبيع البسكوت وبتبيع الشكل اللي الولاد بيحبوه. الوجبات اللي بيعملها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هي نفس الشكل، هو نفس شكل البسكوت، لكن المحتوى هو اللي بيختلف كتير. هنشجع الأطفال والأهالي إن هم يشتروا من هذه المنافس، هننشرها في كل الأماكن اللي بيروحوها الأطفال والأسر، هنوفرها عند المدارس في حالة إن هو عايز يشتري كمان، بحيث إن إحنا مع التوعية المدرسية وبنعرف الأطفال يعني إيه سعر حراري ويعني إيه يقرأ المكونات الغذائية لكل حاجة بيشتريها، ويعني إيه إن إحنا بنديله بنقول له أنت محدداتك الصحية إيه، فلازم تاخد بالك من إيه. الحاجات دي كلها هتغير من توعية الأطفال، ونتمنى إن زي ما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حسن مؤشرات الصحية للأطفال دون سن الخامسة، نقدر كمان نحسن الجيل الصاعد من الأطفال للمدارس الابتدائية. طبعاً هنشتغل وندعو كمان المجتمع المدني والشركات الخاصة أنها تشتغل معنا وتدي وتتيح بدائل. الأم لما بتلاقيش بديل والطفل لما بيلاقيش بديل بيضطر ياخد اللي موجود. دي الأشكال اللي ممكن الكب كيك وممكن البسكوت ده الناس تشوف إن هو حاجة عادية، لكن لا، ده شبه اللي الولاد بيحبوه، ولكن المحتوى الغذائي فيه مختلف تماما. طبعا وزارة الصحة قامت بحملات على السوشيال ميديا وفي التلفزيون، وما زلنا ودايما بنكثف هذه الحملات قبل دخول العام الدراسي، يعني دايما بننزلها في آخر شهر 9. إحنا هنعمل دلوقتي برنامج كبير يستديم، بحيث إن إحنا نخلق جيل حتى والولاد في الأجازات يبقوا عارفين ممكن يأكلوا إيه ويحافظوا على صحتهم إزاي، وبالذات الأنشطة الرياضية. التعاون الدائم مع وزارة التربية والتعليم ومع الوزير في إن إحنا زي ما قلت قبل كده إن إحنا بنوعي الأطفال، بنقول لهم يعني إيه سعرات حرارية، يعني إيه يقرأ المحتوى التغذوي اللي موجود. كمان بنشجع على النشاط البدني. إحنا بنشتغل بشكل مستديم الحقيقة مع البرنامج الغذاء العالمي، واللي بيشتغل معنا دلوقتي في الميكنة وفي مراجعة المحددات الغذائية في الوجبات. بنشتغل مع منظمة الصحة العالمية اللي هتعمل قريب جدا إن شاء الله في العام الدراسي اللي جاي حاجة اسمها Health Promoting Schools، بحيث هذه المدارس تكون فيها كثير من الأنشطة الخاصة بالتغذية. بنشتغل مع مبادرة إثراء الأغذية مع اليونيسيف. وأخيرا وده مهم جدا جدا واللي هنبدأ نشتغل معه مع معالي وزيرة التجارة والصناعة ومع كل المصنعين، إن إحنا نغير من الاشتراطات الإنتاج بعض المواد الغذائية وخاصة بعض الدهون الغير مشبعة وخلافه، علشان نقلل هذه يعني المواد الغير صحية ونقدر نحسن مؤشرات الصحة لمصر كلها. أنا بشكر سيادتكم، بشكر حضرتكم.